أنا رجعت لك دهنك وما رح طعميك بوزك اليوم. طيب كيف صرت؟ أحسن. قلت لي إنه لما بتمرض أنت بتطول لحتى تطيب، ما هيك؟ تحسنت، أعشابك فادوني وخلوني طيب. يسلموا، هلأ روحي. بدي أسألك سؤال. شو؟ عن عمي رافيكانت. ليش؟ لأنه أنا لازم شوفه ضروري. هو بخير ومنيح، وأنت مالك بحاجة تعرفي أكثر من هيك. قلت لك أنا لازم قابله كتير ضروري. ليش؟ ما بقدر أقول لك ليش. أنت بس اسمح لي قابله وبعدها أكيد بقول لك كل شيء. ليكي كهاني، أنا مستحيل أقدر أوقف بوش عيلتي من شانك. ماشي؟ هي المرة ما رح أقدر ساعدك. تأخر الوقت كتير، روحي نامي. باي. مو معقول قديشني ذكي. هلأ رح بعد يوقع عن كهاني وتصير إلي. أختي كهاني؟ كهاني؟ وينك كهاني؟ أنتي شبك؟ ليش عم تعيطي بنص الليل وتزعجي كل العيلة؟ ما عم أقدر لاقي أختي كهاني. دوري عليها، ليش عم تعيطي؟ يعني هي وين بدها تروح؟ لسه قبل شوي شفتها. وين راحت؟ ما بعرف يا صهري، دورت عليها بالبيت ما لقيتها، كهاني اختفت فجأة. يا ترى مين بده يدق لنا بهذا الوقت؟ يا أختي شوفي مين. ألو؟ نحن اللي خطفنا كهاني، وإذا بدكن ياها عايشة بدكن تجيبوا مليونين روبية من هول للصبح. مين عم يحكي يا أختي؟ نحنا ما بدنا إياها ترجع، لا ميتة ولا عايشة. انسالي المليونين روبية اللي حكيت عنهم، نحنا 20 روبية ما رح نعطيك. وروح اعمل اللي بدك يا ماشي؟ وأوعكن تدقوا لهون مرة تانية، مفهوم؟ وإلا صدقني رح تندموا كتير وقتها. خير شو القصة؟ في أخبار منيحة، أنتوا لا تخافوا، عصابة مسلحين خطفوا الرقاصة. كلياتنا رح ننام اليوم مرتاحين ومروقين. صعب كتير إنه تدبر مليونين روبية من هلأ للصبح. بقى أنسى هالموضوع وروح ونام، وأنا بكبر بعينها. هيك أنا بكسب قلبها وأنت بتخسر. أنا بترجاكي يا خالي انقذي لي أختي. مو ناقصني غير دموع التماسيح تبعك حبيبتي. عم تترجي الشخص الغلط، لهيك لا تحاولي. تذكري أنا شو عملت لأختك كل الفترة الأخيرة. ما رح أدفع لها ولا رح فكر ساعدها بهيك قصة نهائيا. مشان هيك روحي مسحي دموعك لشوف، وحاجة تضيعي لي وقتي أحسن لك يا حلوة. بترجاكي أنقذي كهاني. يلا نروح لأني أنا نعسان كتير. ساعديلي أختي جوهي، بترجاكي. خالي بترجاكي أنقذيها يا أختي، خطفتها العصابة، بترجاكي روحي ساعديها. صهري بترجاك أنت روح أنقذها. يلا العصابة خطفت أختي، بترجاك تساعدها. لو هي ما عاندتني وردت علي وقتها وراحت من هذا البيت ما كان صار هذا الشيء. وبيجوز كان صار كمان، ما بتعرف عمو روناك ممكن يكون خطفها مثل لما خطفني إلي، بتتذكر؟ يلا عمل شيء، خطفولك مرتك من بيتك، عمل شيء لحتى ترجعها. هي ما لمرتي ولا حتى مسؤوليتي،
ما فيني أعمل أي شيء. وقف، هي أختي كهاني، هي أهم شيء بحياتي. رح أعمل شو ما كان مشانها ورح روح أنقذها. أختي كهاني رح ترجع. كهاني وينك؟ كهاني وقفي يا راني. أختي كهاني وقفي. لوين رايحة؟ بدي دور عليها، بعد عني. عجد؟ وين بدك تدوري؟ حاج تسألني عنها، خلصنا. انت مالك مهتم فيها، انا مهتمة، بكفي اتركني. تعالي فوتي على البيت. لا، لازم روح دور على كهاني. اتركني. وقف. يعني بدي ضل شوفهم قدام عيني هن الاثنين عم يحبوا بعض وانا مو قدران اعمل اي شيء. كان لازم اتصرف وحل هاي القصة كلها لصالحي انا. ها؟ بس ما رح يصير الا اللي بدي اياه. انا بس شغل مخي، ما في قوة بتوقف بوشي. رح نام اليوم وانا مروق على الاخر، وخلينا نشوف شو رح يصير بكرة. قولي على هالمصيبة. لا، بس ما تكون سمعتني وانا عم احكي مع حالي. شو روناك؟ معناتها أنت اللي خطفت الرقاصة؟ هاجمتني بقوة؟ أي بسيطة. معقول أنا أعمل هيك شيء؟ معقول تفكري فيني هيك تفكير؟ أنا ما بعمل هيك شيء. إيه؟ أنا بعرف قديشك واطي وبتقدر تعمل أي شيء. شوف يا روحي، إجيت لهون لحتى أقلك ثلاث شغلات. أول شيء، أوعك كهاني تهرب من إيدين الخاطفين. تاني شغلة يا شاطر، ما رح تروح تشوفها، اوعك اوعك تروح لهنيك نهائيا. وتالت شغلة شو هي؟ تالت شغلة هي اذا ما نفذت اول شغلتين، تعرفني شو ممكن ساوي فيك، مو هيك؟ روناك مستحيل يعمل هيك شيء. انا بعترف انه هو طلع عن الطريق الصح، بس كمان مستحيل يعمل هيك جريمة بشعة. حبيبتي ما بدي جادلك بهاي النقطة، أنا مبسوطة لأنه هديك الرقاصة راحت من هون. إن كان روناك اللي خطفها ولا حدا تاني أنا ما بهمني، وإن نفدت ولا ماتت هذا قدرها. أنا ما بعرف شو مخبي للقدر لكهاني، ما رح أسمح لروناك وروبا وهارش تحت أي ظرف يعملوا هيك شغلة بشعة مع مين ما كان يكون. أنا كمان بدي كهاني تنقلع من هالبيت وماني طايقتها، بس مو بهالطريقة. إذا كان روناك هو اللي خطف كهاني فرح يخيب أملي فيه وينكسر خاطري، ورح كون مقهورة ومتضايقة منه كتير. نحن مو شغلتنا نحاسب الناس على أخطائها يا أختي، وأي إنسان سيء لازم نعامله بأخلاقنا مو بأخلاقه. عن شو عم تحكي؟ نحن ما بدنا نحاسبها على أخطائها. حتى قليلي، أنت شو عملتي غلط مع أخي حتى تركك وراح مع وحدة بتشتغل شغلتها؟ هذا اللي لازم تفكري فيه مو شي تاني. يلا حطها هون عندك. يلي أمرتنا فيه صار معلم. برافو يا ميت، أهلا وسهلا فيكي، نورتي بيتك الجديد. اسمعيني، المفاجآت ناطرتك. هاي شو ناويين تخلوها أخذي راحتها؟ لفوها بالحبل. يلا يلا اربطها. العمى شو هالمصيبة؟ كهاني ما عاد إلي علاقة فيها أبدا، ومع هيك لازم ضل منتبه. معناها لازم تغض نظر عن كل شيء. ولازم تنام، وإلا رح تضل تفكر فيها غصب عنك. تعا يلا عود هون. رح ذكرك بشي يمكن مانك متذكره لأنك هلأ كبرت،
أنت لما كنت صغير لما ترجع فرطان من تعبك على قد ما لعبت كنت تخليني دلك لك راسك لترتاح، وكنت ضل أفرك لك يا منيح بزيت الزيتون، وبعد تبلش تخفى وتروح بسابع نومة. واليوم أنا شايفتك تعبان دلك لك يا؟ ماني عرفانة من وين بدي بلش لوصلك الخبر يا ابني، بس كهاني في ناس خطفوها. بعرف يا ابني مانو سهل عليك بنوب انك تسمع هيك شي، بس للأسف هاد مصير كل البنات يلي مثل كهاني. حاسة انك خايف عليها كتير لأنها كانت بيناتنا بهالبيت، وهي بتعرف انه لازم تطلع من هون هلأ أو بعدين، وهيك رح تكون نتيجة كل شي عملته بحياتها من قبل. يوك إنك تخاف على الناس هاد شي منيح يا ابني، وإنه نحس بوجعهم كمان هاد مانو غلط أبداً. أنا علمتك هالشغلات اللي منيحة، بس الدنيا كبيرة كتير يا ابني والحياة فيها صعبة. إذا بتضلك على هالحالة عم تاكل هم الكل وتحس بوجعهم دايماً، رح تنقلب الحياة عليك وتتحول لعقاب. حاول تنام منيح. أنا محبوسة هنيك وإنت هون قاعد بحضن أمك وعم تدلك لك راسك؟ ماشي، لك أنت شخص ما عندك قلب بنوم، ما همك أبداً شو صار معي. كهاني خير؟ شبك شبك لك شو صار؟ أمي أنا لازم روح ودور على كهاني. ما رح أسمح لك تعمل هالشي، بدي حلفك بحياتي إنك ما تروح تدور عليها. أنت ليش ما عم تفهم وتستوعب إنه ما حدا من هالعيلة رح يسمح لك تصرف مليونين روبية عليها، وهالشي مستحيل يصير لو شو ما صار عليها. لهيك شيل هاي الأفكار تماماً من قلبك وعقلك وفوت نام وارتاح. ما حدا هون؟ شو عملت أنا لحتى طربتولي إيدي ورجلي؟ يوك وينك؟ أنا ما بعرف ليش قلبي حاسسني وعم يقلي إنك رح تنقذني. ماني عرفانة وين أنا؟ لو تعرفي أنت وين قاعدة. هالمنطقة مقطوعة وما فيها حدا، في احتمال إنك تروحي من هون بحال عيلتك لبوا طلبنا ودفعوا مليونين روبية فدية. بس مين انتو؟ شو هي مشكلتكن معي؟ ما أنا مشكلة، بس مصلحتنا معك بدنا مصاري، ونحن لهذا السبب خطفناك وجبناكي لعنا. بترجاكم خلوني روح، عائلتي ما رح يدفعوا لكم شي. يا خرسي. عالم ولا حرف. شوبي، يا ترى الناس اللي كانت ساكنة ببيتهم عندهم استعداد انه يدفعوا فدية الى مليونين روبية؟ هون المشكلة. اذا حكيتوا معيوق اكيد رح يدفع. متفائلة ما رح يدفع قرش. رغم كل شي صار، بس أنا واثقة إنه يوغ رح يجي وينقذني من بين إيديكم. ومين مفكرة يوغ اللي عم تهددينا فيه؟ ها؟ لتكوني حبيبتي عن جد من كل عالك حبيبتي لهالزلمة؟ لنفرض صحيح إنك كنتي عشقانتي، بس ابن عيلة محترمة ما رح يحب وحدة رقاصة مثلك وعلى شكلك، هذا الحكي صعب يصير. طمني ما رح يجي.
أنا قلبي عم يطمني وواثقة رح يجي يوغ، رح يجي وينقذني من بين إيديكم، ورح نشوف مين رح يضحك بالآخر، أنتو ولا ثقتي بيوك. عن جد؟ معناها هلأ رح نعرف. يلا اختاري واحد من هدول الإصبعين، لأنك ذكرتيني بهالكم كلمة اللي سمعتيني ياهن بلعبة كنا نلعبها لما كنا أولاد، لنشوف وين مصيرك رح ياخدك هلأ. هاد ولا هاد؟ شو احكي؟ معلم خلينا نهدي اللعب هلأ، شو رأيك؟ شو ما كنت حاطت خيارات براسك؟ أنا واثقة إنه السيد يوغ رح يجي لهم، مستحيل يتركني بهيك ظرف لحالي. شوفي ليه عم تطلعوا فيني هيك؟ طمنوا ماني رايح دور عليها. ما سألناك لوين رايح أو إذا طالع تدور عليها، أنت من حالك حكيت. في كمان شي تاني؟ لا أمي، بس أنا كنت بدي أقلكن أني رايح على شغلي. الظاهر أنه صهري طلع مثله مثل عيلته. هي المصيبة راحت عن هالبيت، فضل الرب على قد ما دعينا له كتير وترجينا. الرقاصات اللي مثل هي بيكونوا الحرامية حاطين عينهم عليها، لهيك خطفوها مشان يطلبوا فدية ليساووا فيها شو ما بيحلالهم، يا بيخلوها عندهم أو مشان تجيب لهم مصاري. لما كانت هون كنتوا تحكوا عليها بالعاطل، بس هلأ هي ما عادت موجودة لتحكوا عليها. ليك لهالقد مهتم؟ خلص هي راحت من هذا البيت وهالشي مخليني مبسوطة. حرام عليكم يلي عم تعملوا، ليش هيك؟ خطفوا أختي، أنا كيف رح دور عليها لحالي؟ أنا بدي حدا يساعدني لاقيها. أنا رح أنقذها لأختي كهاني. معلم رقمهم مو موجود بالخدمة. هذا بيعني إنه ما في حدا رح يجي كرمال ينقذها. ليش أنا خايف على هي الرقاصة لهي الدرجة؟ بالعكس لازم أفرح، لأنه هي طلعت من البيت. إيه أنا مبسوط. كهاني شو عملتي فيني لحتى خليتيني افقد تركيزي؟ انا ليه عم شوفك بكل مكان؟ لك كنت اكره اسمك لما اسمع فيه، كل كلامك وذكرياتك ليش ما عم تروح من بالي؟ بالاول كتير عذبتيني، هلا خوفي عليك عم يعذبني. ليش؟ احكي لك شي؟ شو عم تعملي هون؟ لا تهتم لهالشغلة، انت بتعرف
إنه قلبك طيب كتير. هيك كانت أختي تقول عنك. قليلي شو ساوي؟ لازم تجرب طريقة أختي. كانت تقول لما توقع بمشكلة كبيرة حط إيدك على قلبك وهو رح يعطيك الحل. حط على قلبك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.